الموضوع بعدين احنا طلعنا عن التيومر اوف ذا سمول باول، نحكي عن التيومر اوف ذا سمول باول، حكينا ذاكرين التيومر الاسوفيجاس، حكينا التيومر تبعون الاستومك، تبعون الليفر، تبعون البنكرياس، اكزوكراين اندوكراين، تبعون البنكرياس، تبعون جول بلادر، بليير تراك. لاحظ التيومر سمول باول موست ذي ار بيناين، التيومر اوف ذا سمول باول موست ذي ار بيناين 10 تايم مور ذان المالجنانت، هم معظم بيكونوا بيناين. المالجنانت تيومر السمول باول شو انواعهم؟ طلعوا اي سي ال اس ام، اي سي ال اس ام، ACLS-MA adenocarcinoma هو الموست كومن نمبر 1. السي عبارة عن كارسينويد تيومر اللي هو أبو سل تيومر، بسموه أبو سل تيومر. ال عبارة عن لمفوما وبسموه مالتوما. الأس عبارة عن الأس عبارة عن ساركوما اللي هو جست تيومر، والأم عبارة عن ميتاستازس، ميتاستاتيك اللي هو سكندري تيومر. لاحظوا المالتوما هي إيش هنا؟ ثيرد في الجاست كانسر. المالتوما كانت السكند بعد الأدينوكارسينوما. موست كومن سايت للمالتوما أو اللمفوما في الجي آي تراكت في الاستومك. بس هل هي most common type of cancer in the stomach؟ لا، في الستومك كانسر most common type is adenocarcinoma. طيب اما most common site للليمفوما بكل الجي اي تراكت في الستومك، نسبتها بالستومك 5% كانت. طيب هسه ننتبه هون، الادينوكارسينوما هي most common adenocarcinoma. في عندنا كارسينويد تيومر، هذا بيجي ابو سل تيومر. في الليمفوما اللي هو ملتوما، ساركوما، هو جست تيومر. في ميتاستاتيك most common from ميتاستاتيك ملينوما، يعني اذا لقينا ميتاستاتيك في السمول باول most common primary origin لها من الميتاستاتيك ملينوما، نوع من انواع السكن كانسر، نوع من انواع السكن ايش؟ سكن سي اس سكن كانسر. طيب اللي يجي نحكي عن الكارسينويد هيك سريع، اللي هو الكارسينويد نسبه لا باس فيها، بيكون عندهم الايش يعني الكارسينويد تيومر ابود سيل، هذا نيورو اندوكراين تيومر بفرز هرمونات، الهرمون بينفرز هو السيروتونين. هذول السيروتونين لما يكون عالي بيعمل هايبر سيروتونينيميا، هذا الهايبر سيروتونينيميا بتعمل لنا كارسينويد سندروم بنسبه 10%. يعني هو يعني معظم المرضى ما بصير عندهم كارسينويد سندروم. شو الكارسينويد سندروم؟ هي اعراض وعلامات ارتفاع السيروتونين في الدم. اذا السيروتونين ارتفع في الدم وعمل اعراض وعلامات، هذا بنسميه كارسينويد سندروم. هسه هل كل كارسينويد تيومر بيجي معه كارسينويد سندروم؟ لا، هي طلعوا 10%. هذا السؤال يجي بالامتحانات انه كارسينويد تيومر اولويز اسوسييتد وذ كارسينويد سندروم، خطا. بالعكس 10% يعني اوكيجنالي بيجي معهم كارسينويد سندروم، يوجوالي ذي ار نوت اسوسييتد وذ كارسينويد سندروم. الكارسينويد سندروم متى بصير؟ اذا الكارسينويد تيومر كان اكتف وبفرز سيروتونين، والسيروتونين عملت لنا اعراض وعلامات. طيب شو الاعراض والعلامات السانس سنتوم اوف كارسينويد سندروم؟ هسه الكارسينويد تيومر تسلف بيعمل ابستراكشن في السمول باول، يمكن يعمل انسان الابستراكشن، ميكانيكال انسان الابستراكشن، ويعمل فوميتنج، ويعمل ايش نوزيا فوميتنج، ويعمل اعراض وعلامات انسداد الجي اي تراكت. والكارسينويد تيومر هو مالجنس، يمكن يعمل ميتاستاز على الليفر ويعمل اعراض وعلامات الميتاستاز. هسه الكارسينويد سندروم تسلف اللي هو ارتفاع السيروتونين شو بيعمل اعراض؟ طبعا هوت فلاشز اللي بسبب الفاز ديليتيشن، هاي بوتنشال بيعمل بسبب الفاز ديليتيشن، دياريا بيعمل دياريا. انت بتطلع كارسينويد تيومر اتسلف التيومر يمكن يعمل انسداد ويعمل سن ابستراكشن، اذا اجى معك كارسينويد سندروم يمكن يصير عندنا دياريا. فهاي انت بيلها طلاب، لانه الدياريا والكونستيبيشن بيجوا على التيومر السمول باول، مهمه جدا هاي بالتحديد مع الكارسينويد تيومر، بل لانه بيعمل دياريا مع الكارسينويد تيومر بيجي مع كارسينويد سندروم. البرونكو ابستراكشن بسبب السيروتونين لما ينزل على يدخل على السيركوليشن، هذا البورتال فين بيوديه للليفر، الليفر بروح للهارت، الهارت بروح لللنج. اذا واحد لللنج بيعمل ايش؟ برونكو كونستركشن. هاي بيعمل رايت سايد هارت فيلر، لانه السيروتونين اول ما يوصل بوصل منطقه رايت سايد اوف ذا هارت، لانه البورتال فين بروح للجيرفينا كانفيركا وصول مع ايش؟ مع رايت اتريم رايت فيلر، بصير عندنا رايت سايد هارت فيلر. طيب موست كومن سايت اوف ميتاستازس للكارسينويد تيومر هو الليفر، هو الليفر. موست كومن سايت اوف ميتاستازس للبرايمري سمول باول كانسر، سواء عندنا كارسينوما او كارسينويد او ليمفوما او حتى ساركوما، هو الليفر طبعا. هسه شو عندنا في حالات طلعوا الحالات الكارسينويد سندروم، حالات الكارسينويد تيومر اللي بيجي مع كارسينويد سندروم، شو بنلاقي؟ مثلا ميتابولايت بنلاقيه عاليه في الدم او باليورين. طلعوا في عندنا 5 HIAA اللي هو 5 هيدروكسيندول اسيتيك اسيد، 5 هيدروكسيندول اسيتيك اسيد، هذا هاي الميتابولايت تبعون السيروتونين بنلاقيهم باليورين، اللي هو ارتفاع ال 5 هيدروكسيندول اسيتيك اسيد بنلاقيهم ايش؟ فيري هاي في اليورين، هذا الميتابولايت تبع السيروتونين باليورين بنلاقيه عالي، هذا دليل انه عندنا كارسينويد سندروم. موست كومن سايت للكارسينويد تيومر وين؟ في الابندكس. موست كومن سايت للكارسينويد تيومر في الابندكس. هسه ولكن موست كومن كانسر في الابندكس هو ادينوكارسينوما، هذا السؤال يجي مثلا موست كومن تايب او هيستولوجيكال تايب للكانسر في الابندكس هو ادينوكارسينوما. موست كومن سايت للكارسينويد تيومر في الابندكس، لاحظ كلمتين او معلومتين مختلفتين، موست كومن تايب اوف كانسر في الابندكس هو ادينوكارسينوما، هاي معلومه. المعلومه الثانيه موست كومن سايت للكارسينويد تيومر وين؟
في الابندكس. طيب العلاج اذا كان اقل من 1 سنتي نعمل ابندكتومي فقط، اذا كان اكبر من 1 سنتي نعمل رايتيبيكلكتومي، نعمل رايتيبيكلكتومي نجيب السيكر والابندكس والسندر كولون جزء من الترانسفيرس كولون. الكارسينوم سندروم اتسلف كيف نعالجه؟ نعطي ستيرويد، نعطي هيستامين، نعطي ايش هيستامين، ونعطي اكتروتايد. نعطي ايش اكتروتايد؟ اكتروتايد يعني سوماتوستاتين عشان نقلل من الافكت اوف سيروتونين. واضح هذا بشكل عام للتيومر اوف ذا سمول باول بشكل كثير مختصر. يعطيكم الف عافيه طلابنا الاعزاء.